يقول إذا كان الرجل في الطواف بالبيت العتيق في الشوط الثاني أو الثالث أو ما بعده وخرج من أنفه دم 3 أو 4 نقاط، هل يمكن أن يتم الطواف أو يتوقف ويعيد الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يمكنه أن يتم الطواف إذا خرج من أنفه نقطتان أو 3 أو 4 أو أكثر، وذلك لأن الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مهما كثر، فالدم الخارج من الأنف وهو الرعاف لا ينقض الوضوء ولا كثر، والدم الخارج من جرح سكين أو زجاجة أو حجر لا ينقض الوضوء ولا كثر، والحجامة لا تنقض الوضوء ولا كثر الدم، والقيء لا ينقض الوضوء. كل ما خرج من السبيلين من غير السبيلين فإنه ليس بناقض للوضوء على القول الراجح، وذلك لعدم الدليل على أنه ناقض. ومن المعلوم أن المتوضي قد أتم طهارته في مقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن تنتقض هذه الطهارة إلا بدليل شرعي، ولم يوجد في الكتاب ولا في السنة أن ما خرج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء. ومثل ذلك لو حصل له هذا في الصلاة، يعني لو كان الإنسان يصلي وأرعف أنفه فإنه يستنب في صلاته إذا كان يمكنه إكمالها، فإن لم يمكنه إكمالها لغزارة الدم وعدم تمكنه من الخشوع فليخرج منها، ثم إذا انتهى الدم عاد فصلى. نعم بارك الله فيك. وأقول عاد فصلى يعني ابتدأ الصلاة من جديد. نعم بارك الله فيكم.